المريد إمس خالد القيدي اللي كان كاتب مجلس الجامعات الجماعي أكادير أرستيني برك أمس خالد القيدي تلمثي لأن أزول لهم أصد سمع بزاف أن إلي ولد إن شاء الله حماس مبكر إلي نقلنا هي المقام اللي بعد نقل الدرسية الفرنسية اللي هو قائد إبراهيم الراضي أريد شكر رئيس الجامعة الصيفية السي رشيد بلاكوشي كإخواني تسيلان أولا فماس بجهود إسكان باش تسكان اللي قاعد رغم الظروف نسلي الساعة الاثنين العدد لا الضيافه الحمد لله فعلا تشكر ولكن نتمنى ان شاء الله السنه المقبله انه الحدث الجامعه الصيفيه 31 اي الحدث القرني في القمه وكبير الجديد ان شاء الله باذن الله. انا متعتذر عن هذه المجموعه من الاخوه المجلس وربما مش تحضر اللقاءات ولكن هذه المجموعه اللي سمعنا كل زرع من هذه الايامات ان شاء الله غادي تحضر من دول كريم حماس ونزي يلقى دول كريم مستوى المال بعد القرن نطرح لي الموضوع على المرسية الرائمية مقارنة خاصة راه كدركوش حتى الضيوف الإعلان بسحابة قال مهمين وبالتالي إن شاء الله نتمنى الحدث بالضبط اللي خدم يا ريح ونزيد إن شاء الله ينجح غير حسن لي وسيدنا عبد الزيدان سيدنا حريدة إن شاء الله بإذن الله باش تختار باش نخرج إن شاء الله باش نخرج غنتشر الجامعة الصيفية ولكن خاصها الإشعاع على مستوى الفعل المدني ولا الفعل الثقافي ولا الهوياتي خصوصا الامازيغيه يخصص الخدمه الجامعيه اكادير الاسقيم لوكادير غير لان الثقافه وقطاع الثقافه قطاع مهم بيان المديريه الجهويه بخصوص لاكادير كيان شريك مهم وداعم راه في كاتيجوري ايماس اطلاق وزرار ايمان افلاس مطرحم ايماس ايقلين محمد منيب إقلين إبراهيم أخياط إقلين الحسين ملكي إقلين الماس أحمد الضغرني دوياد ليف كان كيغان أفادت لكم غسادة سوال اسم نيت مازيغ نيغدان سوال خفت مازيغ نيغدان مين جاي مازيغنا وريرخا غيساد غايد لميلك مغاس ما يعني في قاع لا فيديوهات يات لوماج يقول لي سول درنين مكلي قاع لوماج اي اوماج عفوا نيغد الصمر يقود ان كنين لي فتان غد بريت نسن نيغد عراس نسن را كناش بلا فيديوهات لي قانا اوماج دا بعد را المكان ديات البوس كافي ريوانتيني غاما يبتنا تنميرتنا الأستاذ أحمد الضغرني هو كاتب ومحامي وسياسي ومناضل أمازيغي معروف بدفاعه على حقوق الإنسان. هو منسق المجلس الوطني للتنسيق بين الجمعيات الأمازيغية ومؤسس الحزب الديمقراطي الأمازيغي. الجامعة الصيفية سيدي الاتصال ديالي معها كان في الدورة الثانية الممنوعة ثم في الدورة الثالثة حضرت فيها وكانت مناسبة مهمة فيها تلاقينا مع واحد العدد ديال الوجوه ديك الساعة غيرني نكي سنة 88 مش كاس الجامعة الصيفية من بعد نلاح المجلس الوطني للتنسيق من بعد حتى درت لها الفكره من تاسيس الكونغرس العالمي الامازيغي من مقر الكونغرس العالمي الامازيغي في فرنسا 1994 وايج رئيس المجلس الوطني للتنسيق. ميزوان هذا تيكان الدوري مازيغ تيكان دينيتي الكرامه خذا لي كان ديموكريس دار الجيمين تفعات في الدور إيمازيغ وكان درس أريش وينجيم كل ما يظهر عنده كل ما يصدر في مازيغ يا أخي تعطيل إدماج الأمازيغية في الدستور يتم تحت عدة مبررات ولكن نحن قدمنا مذكرة باسم الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي للملك نطلب إدماج الأمازيغية في أقرب تعديل كلغة رسمية إما
المسيرات اللي كلها تسكت تنسيقية تنسيقيات الجسمتي حاضر إياه وسجسنت غاد أريما أريما مسجد أحمد إياه يوم غناس أخذ أري القور ده سلي القور يسن لأنه أكاد إياهن الركائز تمجيتنا تمزيخ ويدن نيد فورس ودي مدني كديون ودي مدني معادين يمون التوادة من سنتي أي لغات هي وريخي كذلك غربات يحضر بيس 17 فبراير 2019 توادة لتسكان النص الرباط تاني ذلك تسكان الضربي دا 9 جربي 2019 يحضر بيس يوس بيس إلي بيس أي لغة يسكن بيس تبقيقات كبراتين ديسيسيو غادا غير ملان مسجد أحمد داس يتلايت يخدر المقر أسمق أسوين دموس هذا حيف سبدا كفاح هذا حيف إذا ولي ولي تلينين ولي شنو بوش ولا كل شيء يعرين ولا ولا اسم الجامعة ولا ولي سكان من شنو بوش كان في كلمه كما هناك ديما اراك يا اسمك قدام نحتاجهاش نشرح شكرا لكم الاسئله هي كان ميدنا الى درت ترجمني كان في السي محمد اكرم ترجمنا شي اللي شي ثلاث مسرحيات اللي شفتها هذه السنه اللي شفتها المناضل الراحل محمد وفاري عضو المجلس الإداري للجامعة الصيفية وأحد المساهمين في مسار تأسيسها وفي إنجاح جل المحطات النضالية التي أشرفت عليها الجامعة الصيفية من أنشطة وندوات وفي مسار تطور العمل الأمازيغي المغربي. البداية الجامعة الصيفية أو كده نتزاق يونيسي موني بين كل المشاركين المؤسسين الجامعة الصيفية السن وكل كل جمعيات الجامعة كل كرالي كل جمعيات الدين الغامة في إفريقيا الشمالية أصل سنتي كانت الجامعة الصيفية. كي صح إلينا السي محمد وفاري 1988 كلي صح الحياة نس لاباس شكون تاع يموت كنت كله تا وجه نصح في الجزائر وكذلك. هي السي اللي هي متشبع ثقافيا اللي داري عزا المعقول اللي هي متواضع ديمقراطي اللي بغا يوز بميدن اللي درت السلوك ديال الاداب الانيق يسن تروا وزير يسن عدة الجيل ولا الجيل اللي قبل ولا اللي جيتو معاه اولا كيسن حتى السن حتى زمان شكون جاي من سوق قديم حتى انت من سوق قديم جيت تقرا الزلزال طول انت ولكن بعد ما 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 غدرت صاي علاقه الجمعيه الجمعيه الصيفيه لقيت لا غلطي لا قاترني اللي قال المدير غلط غلطي لا فني عشان تكتنا غلطي كمال قبل الدرس غلطي لا فني إذا إيه اسم المدير يعاون بس بزاف ابتدي قال لي المنيب لقيت لي التحية للكونغرس العالمي الأمازيغي جزر كناري حتى فيرا انت اللي قال لي المنيب انت استخدم الخبرة كقبيح الناس من ميدان السياحة تقريبا كان من شهرين او ثلاث شهور خدمة تصوري باش تسقي الدين امدو كل المغاربه اللي فتان حمس وقدير يعني لوطيلا فرني حتى غير ذاتي يال يا يا توري قول ورزدرس تسكحتين هبلا السي محمد الخفاري اللي قال لي زيادة على أنه إذا رجل عصامي رجل كون نفسه بنفسه يكون جيم سوبيز سيد رسول الجميع ورسول الله إكرام نقص رسول المثقفين الوزراء كل الوطلاء المكتوري كانوا كانت الوزراء اللي يصاروا له اليمين ولا شخصيات بارزة إذا أنت درس يفسر بي يا حكيم يفسر بي يعني الخصلة يعني
ثم نكون هي في الجامعة الصيفية اللي فيها الإسكان حتى كان مخرج حتى ضيق برمجنا يعني إسكان الضيوف ضيق برمجنا الخرجات ضيق برمجنا الأطعمة إلى آخره غمسنا بالراولة ووصلوا في الغلاس يعني حتى راه يتعاوز أكثر من نص حسن التدبير في الجامل مد لوكادير اللي خدمنا معاه لوطيل لوطيلان قالت لنا شنو اللي غيكتي هنا صغر اساس اللي غيكتي هنا يقلبوا فيروس اللي غيكتي مستقع الناس رحمه الله المقاله من السينما يسني بورغ يبيد زاد الشبابان يبيد زاد يسني تتبيك موان يسني تتكلم شنو شكون له الا حين جحف يعني المهرجان ما كيسني بورغ كل ما كان نجم تتوري لمازال أكد ستسا إذا منظر القول أترحم ربي أدى سغفر بي إسان الراحل الأستاذ عبد الله بلالات أحد أعضاء المجلس الإداري للجامعة الصيفية مناضل وفاعل ساهم في إنجاح مجموعة من المحطات النضالية التي أشرفت عليها الجامعة الصيفية وفي جل أنشطتها وندواتها وفي مسار العمل الأمازيغي ببلدنا لسنوات. لغيا ومدبك النساء عبد الله بلالات اللي حرايفو أرجازات اللي نقرني أرجاز نقرن لينا نقوبنا نقوتني لينا الأبعاد مختلفة شعب الله عبد الله قال قاس مقرن كليني كزريق اسمه دي كود نخطو داتينو إيقا سلمات ورد غالة سلمات غماس نتدالا على قسم اللي استقرى تروى ماشي قاع سلمات اختو جان ستة إيقا سلمات اختدالا اللي غي استقرى إيقا سلمات دينتو كالمس تمسموني الليس كايري قسمت إيقا سلمات غلمون وكان سمرير ديك فبراير على توري يقودن القضية الأمازيغية توري الأمازيغ الفلاسي الدفاع إذا من عرض النص إلي درس ينغلي الرسلين المبدأ يوم السلس وهو تمازيغ تخسط تيلي تخسط زيغ تخسط تروي مزيغ السوع الاستوى تروانس تمازيغ في ناس بهرة ما أريد مثل نتهي فوت باش تبقى دائما تمزح ذلك أجرف المنطقة الكونغريسة لكل الله المنطقة المنطقة سروبي فرنسا المنطقة ليون المنطقة إلا بدلتا يبدلتا يتكافح نتاكل السيسكات الجمعية أوري أرخت أرخ دي سياق القلاسي كالنشاط أريد أجلس التاريخ أجلس التهم جمعية الصيفية راه يقرأ انت كيسان ايجا مناضي مقر ايجا متحقات مقر غمساتين في مزيخ انت ليجا زين انت زين سي محمد كوناد لغي زين سعدي دائما دارس انت يا الخطر في غادي جمعات ولا رد السطير ولا غادي رد الحصة الواسي دلين مباس دلين مباس انت مكرديس ترحم ربي فوق القسم ولا يحل سبت لحد العطار دائما انت ايت بيان كرجل واللي الزورين كنقولوا زو التروانس 30-40 ودري و 3 صبحاي فاصل مخاطر اليسيس كان السيرفيس يعني يتفاز لانك متحيط تبارك الله كان اوتور كان دكاتره كل غوين يقرب الناس كل غوين يربى كيزن حب الاصاله حب اللغه الامازيغيه حب التراث الامازيغي زياده على اللغه العربيه اللي ساقها حتى انا دي السكان كيمسمولين نتمازيغ تغمس الوغدير سواء تيسموني اللي تيوين غمس الزورين يفونهم أحمزقون سينما أمال مير واسمين تيغميس إيجان أزدوغن سنت تيغميس إنتا إيجان المقام نتمسمونينا فوندغي ليرغاز نتوتمين اللي لاني نغسوه المقر للا وبرز السينما ولا أحمزقون ولا 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 مين يفلا تمتا تنس في أن المقار ريتونس كان كريجا تسبقاش التقان دون المقار تدياس التنازيق كريجا تسبقاش تيجي نسين مروس بقاش أجل
سمي الديري دوك اثنين ديال زنغ تسجوين كل المغرب على قران ديم ديال زين نص نغي كلي تنقاش ناس سنف كان دوك اثنين والي والقرات سي دوك اثنين مغرسين لازم يتقان يقبا يطار هو غير سنسن ولكن تحمل دي ولكن سي عبد الله بن غير يسم ديال جاز الحمد لله في الله كان اثنين اتي تابعا ومزلنا غرس اللي فيه من غزمة الصيفية خدمنا عون جين مول جين تنتنين المناظرين متقاتل جين الدكاترة اتي في الغلاء زيد غولي قلت سي سي عبد الله بن زاد بزاف شكون اللي يجهد في البصمة الصوابري يكون اجيال يكون تروات يكون تروامي يحمى ربي رزق ربي يسحقني ويسحق الحمد يسحق كل شيء تاني منهم عطيني يقول له كله رد يسل قوية كل يسل لي ولا سي أفريق ولا سي طير لي أتني كل ولا يسرح الناس تاني تكريما لروح نولي فتنين أخفن مي سيليمنتن الفل دونيت أو أوماج أو ملي سبحانني ولي لين المغور نتزاويت من الدو المغور نتمازيغت أو دميزة ولي سرسنين ترسال باش لكم غادي لك نتمازيغت عسال اللي دايور لكل سنين مراح بين دار خد مولين اللي إيجاياخ ينوزو مقوم اللي تكوني كالي جنراسيون غيلا اللي بي إبرانسن أوماج أو ولي دي الحضرنين أوماج أو ولي يخفلنين يت تشتات تامر إذن هذه الدورة السادسة عشر من دول الدولة الجامعة الصيفية كتقام في موضوع الهوية وسبب المحيط والتحديد في شمال أفريقيا. هذه الدورة موزعة على 6 ديال الجلسات العلمية و 2 جلسات موضوعاتية وشاركوا حوالي 34 باحث وباحث وفاعل مدني من فرنسا وتونس والمغرب. بطبيعة الحال عندو الجامعة الصيفية دائما كتنشر أشغال ديال الندوات الدولية ديالها وتلقينا النصوص الكاملة ديال المداخلات ديال الباحثين وفق الشروط اللي وضعتها اللجنة العلمية وسنعمل خلال الشهور الأيام القادمة على نشر أعمال هذه الندوات الدولية.